ياسر جلال قال كلام حلو قوي، وهو من الناس برضو اللي تعبت قوي 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 لغاية ما قدرت فعلا انها تثبت نفسها. ويمكن في فنانات وفنانين رجالة وستات على مدار مشوارهم يا حنان فعلا بتبقى انت عارفة ان هم ممثلين جامدين موهوبين، ولكن للأسف الشديد ما بتجيلهمش الفرصة. يعني الفرص بتبقى صعبة قوي، الفرصة اللي بتنقلك من محطة لمحطة من منطقة لمنطقة، اللي بتخلي الناس تشوفك بنظرة تانية. صح. وده بيتعب قوي قوي لغاية ما بتوصلي له، بتحاولي دايما تثبتي وتجتهدي. انت من الناس اللي حصل لهم ده وتعبتي قوي لغاية ما وصلتي للمكانة دي، من رغم النهاردة اما اجي اشوف اعمالك انت عملتي اعمال كتيرة قوي وكلها اعمال مهمة. يعني انا مثلا ونوس ودهشة مع الكبير دكتور يحيى الفخراني طبعا. يعني انا عايزة اقف عند دول برضو. يعني انت اما باجي بشوف اعمالك في الدراما، اوكي مش هتكلم عن السينما قوي لان السينما للاسف الشديد يعني اعتقد ان الدراما النهارده بتشبعك اكتر. لا والله، بس هي العروض المواضيع لا، والعروض كمان اصلا مفيش سينما زي زمان. والعروض مش دايما بيجيلي حاجه اقدر اعمل من خلالها شيء دور مختلف او حاجه مدهشه. يعني لما بلاقي ده تلاقيني مسكت فيه بايدي واسناني. فطبعا التلفزيون دلوقتي بقى بيحقق ده اكتر. بس انا بشوف على فكره من زمان ان الادوار اللي فيها يعني كاركتر زي مثلا عايده وزي عبله وزي الحاجات دي كلها قليل قوي ما بتيجي في السينما للبنات. معاكي حق. يعني لان بنت النهارده يتعمل ويكتب لها تفاصيل وتشالنجز كتيره قوي كده في الكاركتر بتاعها ما بقاش. من الرغم ان البنت او الست او الام او الجد الانثى بشكل عام هي الحياه، هي اللي بتعمل كل ده، ومواضيعها ومشاكلها كتيره قوي. يعني على مدار حياتها مواضيعها كتيره قوي. ف ده بتلاقيه شويه في الدراما دلوقتي. الدراما بتحققهولك بنسبة كبيرة. عارفة حتى لو هم عاملين مسلسل ذكوري بس فكرة انه 30 حلقة مضطر يعني يغوص في العمق مع الشخصية النسائية اللي معاه، مضطر حتى لو هو مش عايز نيتي كده خالص. بس الفيلم لانه مختزل جدا ساعة ونص، فلو ما كانش هو داخل بالفكرة دي انه عنده شخصيات من لحم ودم سواء نسائية او رجالية، او احيانا يبقى عمل زي ما بتعمل هالة خليل افلام رائعة نوارة طبعا واحلى الاوقات وقص ولزق، بس دي بتبقى ندرة قوي. فطبعا بيشبعك التلفزيون اكتر للأسف الشديد. بس انتي شايفة السينما رايحة على فين؟ انا دايما عندي امل. عندي دايما امل لاني بحس انه مصر كبيرة قوي وصناع الفن والقائمين عليها مهمين قوي، ومش دايما مش هيسكتوا ودايما ولادة. يعني حتى لو الجيل ده مثلا ظلم او الجيل اللي قبله ظلم، هتلاقي جيل تاني طالع مفتري هياخد حقه لانه موهبته طاغية ولانه فرضة نفسها. فعندي امل ان دايما هيبقى فيه محاولات حلوة لحد ما الصناعة تقف على رجليها تاني ان شاء الله.